لم يعد انتشار المحتوى الإلكتروني متوقفا على توفر استوديوهات ضخمة، كاميرات وبرامج ومونتاج، فكثير من مشاهير التيك توك يعتمدون على هواتفهم وشعبية المواضيع التي يطرحونها ليحققوا بذلك ملايين المشاهدات. أونيا جونسون شاب أمريكي عمره 22 عاما، ومن حسابي على تيك توك تفاعلوا بغضب مع الفيديوهات التي ينشرها الآخرون على نفس المنصة. أول فيديو نشره صور فيه ردة فعله على فيديو لفتاة تقوم بتزيين قالب كعك أو كيك، وتطلب فيه من المتابعين عدم الإساءة إليها في التعليقات. وقد حصل الفيديو إلى الآن على أكثر من 45 مليون مشاهدة. Hi guys, here's another cake decorating video, and can I start off by saying, can y'all like not be mean to me? Like, who be mean to you? Or people always will say like, I'm sensitive, y'all. You tell me my cakes look like shit. Yeah, it's who said your cakes look like shit? Being said, all y'all mean comments. Gorgeous. Thanks for watching. Bye. لم يكن أونيا جونسون من مشاهير السوشيال ميديا، فهو لم يدخل إلى عالم التيك توك حتى أواخر الشهر الماضي، لأنه بعد إنشائه لحساب Angry Reaction تفاجأ بتجاوز عدد متابعيه 1 مليون في يوم واحد فقط. في هذا الفيديو يشكر جونسون متابعيه على دعمهم له على طريقته الغاضبة. For three videos, bro, three videos. I just made this account yesterday. You guys are the most amazing people I have ever met. Thank you. Do you hear me? Thank you. I would not be here without you, and I want you to know that. Thank you so much for 1 million followers. Okay? And this is only just the beginning. وصل عدد متابعي جونسون حتى الآن إلى نحو 4 ملايين متابع. خصوا منهم بالذكر الراقصة الأمريكية الشهيرة تشارلي دي إيميليو التي كانت من أوائل متابعيه، لذلك أشكرها جونسون في فيديوهاتها، بينما تقول تشارلي إن تعليقاتها أو تعليقاته تشعرها بالسعادة. طبعا صوت جونسون جلب له المتاعب، وفقا لصاحبته أن جيرانهم لطالما اشتكوا من ارتفاع صوته، إلا أنه قد تم طرده حتى من الشقة المستأجرة، وهو يعيش الآن في سيارته، ومنها أيضا يقوم بنشر معظم فيديوهاته. كيف رأى المغردون العرب شهرة أونيا جونسون؟ مثلا هنا نوال تكتب في هذه التغريدة: صوته روعني وأنا كذلك. إذا هذه طريقته في الكلام، شلون إذا عصب؟ فرق بينه والبنوتة اللي تصلح الكيك كلها رقة. أما هنا إبراهيم فلو هذه التغريدة يكتب فيها: هل هناك محتوى مفيد يستحق مليون متابع في 24 ساعة؟ إنها تفاهات التواصل الاجتماعي والإعلام الحديث. عمر يقول في تغريدته: على الأقل لديه معاناة ويستحق أن يشهر. البلا من اللي تنازل عن قيمته أو قيمه وأخلاقه علشان الشهرة. طارق يكتب: الجيل هذا إلا من رحم ربي يبيع كرامته من أجل الشهرة التافهة اللي تنتهي بأشهر معدودة ويصبح منسي وكأنه لم يكن مشهور. أما ماذا تقول الدانة في تدوينتها؟ رزق الهبل على المجانين، فتح له ربي باب رزق بعدما تأزمت أوضاعه. أما في تعليقه على أسلوبه يقول أونيا جونسون في كلامه عن نفسه: لقد أمعنت النظر في صورتي في أعين الناس، وفي حقيقة أمري قمت بمطابقة الأمرين معا. إذا مررت بك في الشارع ولم أتفوه بكلمة واحدة، أبدو كأكثر شخص غاضب في العالم، ولكن عندما نتعارف ستجدني حينها شخصا إيجابيا حقا. شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.